مرحبا جميعا، معكم خليل من خليل فلوكس تي في. جايز، اول شيء بدي اقول لكم ايه، انه قررت كل نهار ثلاثه نكون عم نعمل اكل سوا، وابتداء من جمعه الجاي رح كون عم بعمل اكل انتو طلبتوا مني اني اعمله، واليوم رح نكون عم نعمل لحمه بالفرن سوا. وقبل ما اعمل هذا الشيء رح كون عم دور الفرن بالاول. أول شي رح جيب ميزان كرمال زين 300 جرام من اللحمة اللي هن رح قلي أكلهم. نحط الصحن، نصفر الميزان. وأهم شي ما تنسوا إنه اللحمة اللي بدكم تاكلوها بدها تكون بلا دهن، يعني لما تروح عند اللحام قولوا له بدنا لحمة هبرة، لحمة بلا دهن. خليني فرجيكم. طلع الوزن 349 جرام، بس ما انه هن متلجين ما رح نقص منهم. رح كون عم نقشر البصل بالاول. نقص البصل هلا، انا البصل ما بحب قصهم كتير صغار، بحب يضلوا ترانشات بقلب الصينية. وهلا بنرجع بنشوف نحن وعم ناكل كيف البصل هو وهيك هاي ناكله لما تخلص اللحمه. بعد ما خلصنا من البصل بدنا نقشر بندوراية. هلا انا شخصيا بحب قص بندوره دغري حطها فوق البصل، وحبه بندوره حطها فوق اللحمه. هلا بنرجع بنشوف كيف. هلا بنحط اللحمة فوق البصل والبندورة. بنحط شوية بهار وشوية ملح وشوية زيت زيتون. وهلا بنرجع بنحط شوية فلفل. نرجع نحط حبة البندورة فوق اللحم. هيدا النص فينا نخليه على جنب، وبعد ما خلصنا تجهيز الصينية رح نروح نحطها بالفرن.
نعمله هو انه ننطر. كتير طيبة بس مشكلتها انه كتير بتاخد وقت. فينا نقلبهم بعدين بدها بعد حدود العشر دقايق. خلونا نجيب شي بس نحمل الصينية فيه. وهلا صار لازم ندوق. على فكرة قلت لكم شغلة بالأول، كنت لما أعمل هيدي الأكلة كنت أعمل معها سلطة، بس صرت حس إنه اللحمة بقلبها خضرة وارجع وانا عامل سلطة حس كتير اني عم بشبع خضرة. كرمال هيك بطلت اعمل سلطة عشان صرت بس بعمل الخضرة اللي موجودة بقلب الصينية. بتحس بنكهة الفلافل والبندورة بقلب اللحمة، طعمها كتير كتير طيب. أهم شي بالدايت يكتر واحد أكل الخضرة، كتير مفيد للصحة. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. ما تنسوا تكتبوا بالكومنتس شو الأكل اللي حابين تشوفها جماعة الجاي. ما تنسوا تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.